انا محتاج اعلام ثقافي ومحتاج نقد، يبقى انا ازمتي في الاعلام الثقافي وازمتي في النقد. للاسف الشديد احنا يعني حتى في الفضائيات، هات لي فضائيه كده مخصصه برنامج للثقافه، مفيش، لانه مش هيجيب اعلانات. لو كلمت اي مدير فضائيات انت ما بتعملش ليه برنامج للثقافه، اول حاجه ما مش هيجيب لي اعلانات، انا عاوز اللي يجيب لي. وخد بالك مسابقه امير الشعراء دي كلها فلوس في فلوس ودولارات في دولارات، يعني ما بتعكس الشعريه العربيه خالص. وانا كنت ضد المسابقه دي شكلا وموضوعا. اولا واخدين اسم امير الشعراء، انت بتاخد اللقب بتاعنا ليه؟ ده لقبنا احنا. سنه 26 اجتمعت لجنه محترمه فيها انطون لجميل وفيها مي زياده وفيها احمد امين، وبامانه احمد شفيق، وبايعت شوقي اميرا للشعراء 26. ووقف احمد شفيق في خطيبا في الناس وقال: هذا شوقي عبقري من يوم ظهر، نابغ من يوم نجا، وبويع بإمارة الشعر 26. لكن معلش بقى، مين علي بن تميم ده ومين الناس دي؟ ولو انت عاوز تعمل مسابقه طب بتاخد اللقب المصري ليه؟ ما تسميها اي اسم تاني، سميها منتدى القصيده، سميها ملتقى الشعر. واخد امير الشعراء ليه؟ واخد اللقب ده ليه؟ اللقب ده تريد مارك خاص بشاعر نحبه ونجله اسمه احمد شوقي، عجينة صلصالية من الشعر لم تتكرر. بس هو مش خطأ، هو خطأ من سمح له بأن يأخذ هذا دون محاسبة. بالظبط. واحنا عندنا على فكرة حاجة اسمها ملكية فكرية. في العالم حاجة اسمها قوانين ملكية فكرية. وعشان كده الأستاذ علي نوح كان شاهد واحنا في نادي أدب المنيرة لما كنا عاوزين نطرح موضوع السرقات الفكرية، قالوا لي الله يكرمك ما تفتحش الملف ده، هيوجع دماغنا، لأنه موضوع السرقات الفكرية ده مصيبة كبيرة. ما هو ده جزء من السطو الفكري. وموضوع السرقات الفكريه لازم تجيب الناس بالاسم، ما فيهاش ما بال واقواها، لا فلان خد من فلان، فلانه خدت، ما فيهاش كده، ما فيهاش الا كده وما تطرحش. عملنا في نادي ادب المنيره حاجه عن السرقات الفكريه، واظن الاستاذ علي نوح كان موجود، وطرحنا بالاسماء. ابراهيم عبد القادر المازني غلط اما ياخد شعر لتوماس هود دون ان يذكر هذا. طه حسين غلط لما ياخد قضيه الانتحال من مارجوليوس دون ان يذكر هذا. محمد منظور غلط لما ياخد كتاب نماذج بشريه من جان كالفي نقل مسطره، غلط. وعشان كده محدش عاوز. ومحمد عبد الوهاب الوحيد اللي جرؤ انه يفتح سرقات الموسيقيه لعبد الوهاب كان ناقد اسمه محمد علي ماهر، وبعد ما فتح وفجر الملف لقى نفسه منقول من القسم الفني للقسم الرياضي تاني يوم. قال ان محمد عبد الوهاب واخد مقاطع سيمفونيه بالكامل من باخ ومن شتراوس. بس معلش يا فندم، ولما كنت حضرتك ذكرتهم، احنا انا كنت دارسه السون اسباني، فكان يقال عندنا ان ده اسمه اقتباس وتنصير. ايه هو بقى الاقتباس وهي السرقه؟ لما نطرح الملف بقى نطرحه بهذا الشكل العلمي المنهجي. لو انا اقتبست حاجه من نجيب محفوظ واعترفت بهذا ونسبتها الى نجيب محفوظ ونسكت انا وتحركت بيه، ده اسمه اقتباس، والاقتباس في الثقافه مقبول. ما انت عندك مثلا اسطوره بيجماليو اتعالجت 100 مره، يبقى كل دول سرقوا من بعض. عندك الكترا اتعالجت 100 مره، كل دول خدوا من بعض. عندك فيلم كنا بنشوفه زمان ما عادش بيتعرض اسمه المراه التي غلبت الشيطان، سيناريو توفيق الحكيم، متاخد من اسطوره فاوست. ما اقدرش اقول انه سرقه، لا، هو بيعترف بده في الاول، وبعدين بيعمل عليه بقى العجينه الابداعيه التي تولد. انا طبعا يعني عشان ما اطولش سعيد بهذا اللقاء، ان شاء الله يبقى تدشين للقاءات كثيره، وانا شايف كده يعني انا عاوز اسمعكم باكثر مما اتكلم، وشكرا لكم.